سبورتنج متميز في كذا رياضة جماعية. احنا عندنا فرق كويسة قوي في الباسكت، وعندنا الحمد لله فرق ممتازة في الهاندبول، والفولي الناشئين ممتازة، والبنات الحقيقة متميزين كمان في الهاندبول وفي الفولي. الجديد علينا هي كرة القدم. صراحة احنا كنا بنلعب في دوري الدرجة اللي هو الدرجة الثالثة اللي اسمه، ودلوقتي الحمد لله ربنا وفقنا بمجهود الحقيقة العاملين، وعايز احييهم واشكرهم على السنة اللي فاتت. قدوا موسم الحقيقة من بدايته كان ممتاز، وقدروا يعني يحفروا في الصخر زي ما بيقولوا، انهم يضمنوا الصعود في موسم صعب، وزي ما حضرتك عارفه الكورونا وتوقف الموسم والحاجات اللي قابلناها السنه اللي فاتت دي، ومع ذلك نجحوا الحمد لله في انهم يحققوا الهدف اللي كنا عايزينه. وكده ان شاء الله باذن الله بنبتدي صفحه جديده. الحقيقه ما خبيش على حياتك، احنا الكوره ما كانتش في الفوكس بتاع اهتمامنا، ما كانتش في بؤره اهتمامنا، ولكن دلوقتي هنضطر ننظر لها نظره ثانيه باذن الله. بالظبط كده، بالظبط كده. فدي درجه طبعا فيها منافسه اقوى، وفيها لاعبين محترفين اكتر، وفيها منافسات الحقيقه ان شاء الله باذن الله. يعني انا يهمني جدا جدا نادي سبورتنج يبان بالمستوى المطلوب في المرحله اللي جايه دي ان شاء الله. ده كان حلم عندنا، الفريق يصعد للدوري الممتاز به، وده انجاز اتحقق بعد 27 سنه. طبعا كابتن احمد فاروق يعني بذل مجهود جبار مع اللعيبه وابن النادي، وشرفنا، وكل الدعم كان من مجلس اداره. وبرضه بحب اشكر الحاج عامر حسين، دعمه للفريق الكوره ومنظومه الكوره في النادي كان له فضل كبير في ان الفريق يساهم بفضل كبير ان الفريق يصعد للممتاز به. صعود نادي سبورتنج دي حاجه تحسب طبعا للكابتن احمد والفريق والمجلس الاداره والدعم الكامل للفريق. وطبعا صعود الفريق الاول بيأثر في قطاع الناشئين تأثير مباشر. انا كناشئ لما يبقى عندي الفرستين بتاعي بيلعب في الممتاز به يختلف عن طموح اللعيب لو جاي والفريق بتاعه بيلعب في الدرجه الثالثه. اللعب في الممتاز به ليه مواصفات وليه مميزات تانية. لازم الفرقه هتنتقل من ليفل الدرجه الثالثه ليفل الممتاز به، وان شاء الله باذن الله انا شايف ان المجلس في ظهر الفرقه، وباذن الله هيعملوا حاجه كويسه ان شاء الله السنه. شكرا زميلي العزيز عبير عبد الشفيع، وبشكر الدكتور احمد ورده القيمه الكبيره. ان شاء الله يكونوا موجودين في سبورتنج ونعمل حلقه كامله. طبعا الاستاذ سامح السنوسي نائب رئيس النادي، امين الصندوق، الاستاذ